السلام عليكم ورحمة الله، معكم الباشمهندس علي رسمي، وهنتكلم في الفيديو ده إن شاء الله عن الألارمز، وهناخد مثال عن إزاي أقدر أربط اتنين ماركر في البي ال سي بحيث إن كل واحد منهم يظهر بطريقة مختلفة على شاشة ال HMI، وهعرف برضو إزاي أقدر أخفي أوبجكت معينة على ال HMI سواء كان الأوبجكت ده سويتش أو لامب بحيث إنه ما يظهرش إلا في شرط معين، سواء كان الشرط ده اللي هو أون أو أوف. نبص كده على المثال اللي كاتبه على البي ال سي. انا كاتب خطوتين سهلين، الاولى ان ام 0 اما تتاكتف هتاكتف لام 10 وهي دي الاوفر هيت الارم. الام 0 دي ممكن تبقى اشاره انبوت جايه من السنسور او معادله حسابيه، اما تتاكتف هتاكتف لام 10، ونفس الامر مع الام 1 اللي هتاكتف لي ام 11 وده الووتر ليفل الارم. تمام، نرجع تاني لشاشة السيميوليشن. انا هنا عامل اتنين سويتش علشان اكتف ام 0 وام 1 بدل ما كل شوية اروح للادر واغير حالته، لكن في الحالة الطبيعية ما بعملش سويتشز للالارم لانه شرط لو اتحقق في البرنامج بيظهر تلقائي. هنشرح طريقتين لعرض الالارم. الاولى هي اما الام 0 تتاكتف تنقل الشاشة تلقائي على الالارم تيبل ويظهر لي الالارم بتاعي اللي هو هنا اوفر هيت الارم، اللي لو دوست عليه هيظهر لي المسج اللي هو check temperature sensor. الطريقة التانية هي اني اما فعل ام 1 تظهر لي بوب اب سكرين زي ما احنا شايفين كده ويتظهر لي فيها المسج بتاعي على طول، اقدر منها اروح للالارم تيبل واشوف ايه الالارمات اللي شغال عندي. تمام، ده بالنسبة للجزء الاول اللي في الفيديو. الجزء التاني هنتكلم فيه عن اخفاء الاوبجكت وليكن هنا سويتش ام 0 بحيث ان ما يظهرش الا لو كانت حالته على البي ال سي اون. تعال عشان نوضح هنفتح السيميوليشن. انا هنا راسم الام 0 اهي، هنا الام 0 مش باينه، لكن تعالى لما نغير حالتها على البي ال سي هنلاحظ انها ظهرت. قبل ما نخش في الجزء العملي انا لازم اكون عارف ان في خمس شاشات اقدر اظهرهم قدام بعض في شاشة ال HMI، بداية من البيز سكرين اللي هي السكرين الرئيسية بتاعتي اللي هي هنا المين منيو او السكرين تايب، ونهاية بالسيستم مسج. انا في حالة الالارم هستخدم مع البيز سكرين الاوفرلاب ويندو. جميل، نخش في الجزء العملي، واول حاجة هعملها ان اضيف الالارم تمبلت اللي هستخدمه، وده بجيبه من شاشة سكرين نيو يوتيلايز داتا. انا عن نفسي بفضل استخدم الديسبلاي 2. اوكي، نظبط شكل الشاشة بتاعتي شوية. واول حاجة هعملها اني اسمي التيبل واظبط السكرين سويتشنج بتاعتي. الالارم الاول اللي عندي هو اوفر هيت الارم، وده هربطه كبت مع ام 10، فهمسح الوورد. وهسميه اوفر هيت الارم.
الالارم التاني بتاعي هو الووتر ليفل الارم، وده هربطه كبت مع M11. هسميه موتور ليفل الارم. هروح دلوقتي اعمل السويتش اللي هيفعل كل واحد منهم. واحد هيفعل M10 والتاني هيفعل M11. تمام كده، اول ما ادوس على M0 M1 M10 M11 اللي انا واخدهم كالارم هيتاكتفوا، بس انا عاوز اول ما ادوس على M0 تنقل السكرينه بتاعتي للالارم تيبل. هعملها ازاي؟ هعمل سكرين سويتشنج واختار ديسبلاي 2. اوكي، ده بالنسبه ل M0. اما M1 فلو انت لسه فاكر السيميوليشن اللي في اول الفيديو، هتلاقي ان لما M1 اتغير حالتها فتحت لي بوب اب سكرين على نفس البيز اللي انا كنت واقف عليها. فدي هعملها ازاي؟ دي هفتح نيو ويندو، اعمل نيو سميها ووتر ليفل، نختار كلر ليها عشان يبقى مختلف، دي الاوفرلاب ويندو اللي احنا اتكلمنا عليها. انا عايز المسج تظهر عليها تقول لي وهخلي حجمه 2x2 والتكست يظهر باللون الاسود. تمام، وزي ما عملنا مع الام 0 هنروح نعمل مع الام 1، نخليها تعمل سكرين سويتشنج بس مش لبيز بقى، لاوفرلاب ويندو، ونختار اوكي. نروح نعمل المسج اللي هتظهر اما ادوس على كل الارم. انا اوريدي عامل الووتر ليفل مسج، كل اللي انا هعمله اللي انا هختارها ادوس عليها واختار ووتر ليفل. اوكي، اما بالنسبه للاوفر هيت فانا هضطر اعمل تاني نيو ويندو واسميها الهيت اوفر هيت واختار لون تاني نفس اللي عملته مع ووتر ليفل هعمله مع الاوفر هيت.
اتنين في اتنين برضو، نخلي اللون ازرق وبولد، واروح على الارم ديسبلاي واختار اوفر هيت، دوس اوكي. وبكده اكون انا عملت الالارم تيبل بالمسج اللي هتظهر لي لما ادوس عليها. ناقص لي خطوه مهمه وهي اني اظبط الالارم سيتنج دي. هخش على بروجكت الارم، الارم وبوب اب، واعمل صح على يوز الارم بوب اب ديسبلاي. هنا تاتش مود، اعمل سكرين سويتشنج واختار الارم ديسبلاي 2. الخطوة الأخيرة اللي أنا عملتها دي لو أنا عايز الألارم يظهر لي في صورة فلو على الشاشة، بحيث اللي هي تمر كده من تحت أو من النص أو من فوق، أو تظهر لي كإشارة ثابتة على الشاشة. دلوقتي نقدر نروح نعمل سيميوليشن عشان نختبر اللي احنا عملناه. برنامج البي ال سي قدامنا، نشوف الاوفر هيت الارم اتفعل واتنقل مباشر. ما ادوس عليه هيظهر لي المسج اوفر هيت الارم. نقدر نرجع للمين منيو، نفعل الووتر ليفل، هلاقي المسج ظهرت لي واتفعلت. ده بالنسبة للجزء الاول من الفيديو بتاعنا. نخش في الجزء التاني اللي هو ازاي نخلي الاوفر هيت سويتش كمثال ما يظهرش وهو اوف ويظهر بس وهو اون. نعملها ازاي؟ نقفل السيميوليشن، نرجع الاتنين دول لحالتهم، ونروح لشاشة ال HMI بتاعتي، نخش على سكرين من منيو، تعالى نغير شكل الاوفر هيت الاول، نختار ستايل تاني، نختار دي مثلا كمثال في حالة الاون، وهنروح للتريجر هنفعل حاجة اسمها كنترول ديسبلينج هايدنج. نعمل علامة صح، نختار هي دي ام زيرو، قول اون ديسبلاي، ندوس اوكي. تعالى نعمل سيميليشن، هي دلوقتي مش ظاهره معايا. تعالى نفتح البي ال سي، فعل الام زيرو، هلاقيها ظهرت. اتمنى يكون الفيديو بسيط ومفيد، ولو عجبك اتمنى تدوس لايك وسبسكرايب، واستنونا ان شاء الله في فيديوهات جايه.